السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم تاريخي وكاس تاريخي بإذن الله. هنبدأه بقراية الفاتحة زي المعتاد أو زي المباراة اللي فاتت. هنبدأه معاكم ومع كل مشاهدين ومحبين النادي الأهلي في كل مكان داخل مصر وخارج مصر. كل الجماهير المصرية بكل مختلف ميولها، أهلاوي زملكاوي اتحاداوي أيا كان ميولك التشجيعية، لكن النهاردة يوم مصري خالص بإذن الله بلون النادي الأهلي وبلون واحدة من أعلام أو واحدة من اللي موجود في عالم مصر. اللون الأحمر إن شاء الرحمن يغطي مصر كلها بإذن الله النهاردة. يا رب يكون يوم فرحة ونصر بإذن الله تعالى على كل مصري وكل أهلاوي بإذن الله. هنبدأه بقراية الفاتحة ونكمل كلامنا. الكلام